بكل جهد وتفاني في العمل يواصل الفلاحون من منتجي الزيتون عملهم لتوفير منتوج لطالما عرفت به ولاية البويرة جودة ونوعية عاليتين. نكوني الحمد لله تاج مورتي القتيس انت تفرصد خطري لا وفورك استنفض اللي فورك راكسد ويصلي حالا الورا ماشي لامبورتا اللي يخدم تاج مورت يلاق مكل العبد سلميتينس وني غران إيمانيس أفلاح إيمانيس أكاكين الدنيس مي داكي لامبورت يخدم دي روح هذي يخدم تزمور لا إلا قزمور تسعة ساعة الروح ستعيشية بالعبد ونزقي وراسي عوزان تحذري ثراوي وقت واكازي وحمل مليح الزمور فكان روح نسنفو الزمور غا في العباد باش كنا جنازة الزيت العالي عثفن مليح والله عثفن مليح اما كنت نتتي تنتكي العيبه الزيت ذيك نتصبط نتخيب تكوزينتي هكي قلت طريقي تبريي. اصحاب المعاصر بذات الولايه ومن جهتهم لم يدخروا جهدا للرقي اكثر بمنتوج زيت الزيتون وكذلك تطوير اساليب انتاجه اين استبدلت الالات التقليديه بكل ما هو حديث وعصري. هذه يعني المنتوج راه ناقص شويه على الظروف المناخيه باسكو السنه هذه كاين شح في الامطار لان الزيتون يحتاج المياه في سبتمبر وفي اكتوبر والسنه هذه شفتوا كاين شح في المياه الفلاح يعني مسكين تشوفوا هو المدخول تاعو هو الزيتون يعني من ناحيه المردوديه ومن ناحيه النوعيه ثاني باسكو ينقص شويه. ومن هذا المنبر اغتنم الفرصه وادعي جميع الفلاحين انهم يتنظموا على شكل تعاونيات وذلك حتى يتم مرافقتهم وتدعيمهم من طرف الدولة. شعبة وبالرغم من الظروف الصعبة خاصة المناخية منها يواصل أصحابها العمل للمحافظة على الريادة خاصة من ناحية الجودة.